طيب وانا هتقول على بورينيو ايه ده. طيب كابتن طارق، بالمناسبه النهارده مارسيل كولر انتقد فكره انه لعيبه سموحه كانت بتضيع وقت كتير او كانت بتقع كتير، هل دي كانت تعليمات من فريق سموحه ومن الجهاز الفني؟ انت شفت يا كريم ان لعيبه سموحه كانت بتقع كتير بصراحه، حتى في الوقت الضايع النهارده ما كانش وقت ضايع كبير يعني. بالعكس احنا كنا يعني حتى المرتين اللي طلعنا فيهم الكوره بره كان يعني تصرف اخلاقي من لعيبه نادي سموحه، لان لعيبه النادي الاهلي وقع على الارض. يعني المرتين اللي احنا طلعناهم ديت عشان نعالج فيها لعيب النادي الاهلي، وكان خلي بالك كانت هجمتين لنادي سموحه. وهتلاقيها في نص ملعب نادي سموحه. فاهم؟ انا اتعلمت حتى داخل جدران النادي الاهلي. صحيح. لما رحت ممارسه مع مستر مانو جوزيه، وما ادراك مستر مانو جوزيه، طبعا مفيش شك يعني مستر مانو جوزيه يعني انا لو اتحدثت عنه مش هديله حقه لانه احد العلامات البارزه في تكوين شخصيه طارق العاشر. اتعلمت الحاجات اللي هو دايما كان يقول لي عليها، انت لابد تهتم بفرقتك فقط لا غير، ما تسلطش نقدك على الفريق المنافس. شوف ايجابياتك انت ايه اللي عملتها، شوف سلبياتك، وتحاول بقدر الامكان تطور من اداء فريقك فقط لا غير. فانا ما بسلطش الضوء على النادي الاهلي، بالعكس انا سلطت الضوء على فريقي انا، والاسلوب اللي انا انتهكته واللي انا درسته واللي احنا ذكرناه واللي احنا نفذناه على الطبيعه، وكنا قاب قوسين او ادنى نطلع بالثلاث نقاط. صحيح. ما قلتش انا ليه ما قدمتش حلول عشان تفك الطلاسم الدفاعيه دي. ما انتقدتش ده. ما قلتش ليه الحلول اللي من الخارج ده ما اضافتش حاجه. لا بالعكس، كل ديت نجاحات لنادي سموحه، فرض شخصيه لنادي سموحه، استراتيجيه لنادي سموحه. وكمان ما ينبغيش ان انا اوجه النقد للفريق المنافس. بالعكس، وان انت بتلعب كره عقيمه، العالم كله يعني المغرب ده بتلعب كره عقيمه